أهلا بيكم. جدل ونقاش لا ينتهي، هل الأرض كروية ولا مسطحة؟ وعشان نحكم في القصة دي لازم نعرف الفكرة جاية منين. أصحاب نظرية الأرض المسطحة بيقولوا إن الأرض على شكل قرص مسطح يقع في منتصفه القطب الشمالي، وإن قرص الأرض محاط بجدار ضخم من الجليد، ودي الفكرة اللي ظهرت في أساطير بلاد ما بين النهرين والحضارات القديمة زي اليونانية الإغريقية وحضارات الهند والصين وغيرها، وكانوا بيعتبروا إن الأرض عبارة عن قرص مسطح عائم في المحيط ومحاط بقبة سماوية على شكل وعاء مقلوب. نفس المعتقد ده موجود في الكتاب المقدس والتوراة اليهودية، وكان بيتم رسم الخرائط القديمة على نفس الشكل. لكن علم الفلك اليوناني تطور مع ظهور عالم الرياضيات فيثاغورس، أول يوناني إغريقي اتكلم عن كروية الأرض في القرن الخامس قبل الميلاد، واعتمد علماء الفلك الإسلاميين على فكرة إن الأرض كروية كما جاء في علم الفلك اليوناني القديم، واكتشفوا إن مواقع النجوم بتختلف في نصف الكرة الشمالي عن النصف الجنوبي، ولاحظوا ظلال الأرض المستديرة على القمر أثناء الخسوف. العالم المسلم أبو الريحان البيروني هو باحث ورحالة وفيلسوف وفلكي وجغرافي من أعظم العقول اللي عرفتها الثقافة الإسلامية، قال إن الأرض كروية الشكل وبتدور حول محورها بناء على أساس منهجي وعلمي، وقدم أبحاث ودراسات في تكوين الأرض وتركيب سطحها، واتكلم عن ظاهرة المد والجزر، واخترع جهاز لقياس حركة الشمس والقمر، واخترع الأسترولاب الأسطواني الشكل المستخدم في رصد الكواكب والنجوم. وبذلك أصبحت نظرية الأرض المسطحة هي أسطورة من الأساطير. بعد كده تطور علم مساحة الأرض وشكلها الجيوديسيا، واتضح إن الأرض ليست كروية وكاملة الاستدارة، ولكن هي أقرب إلى الشكل البيضاوي لأنها مسطحة عند خط الاستواء، وترتفع الجبال إلى حوالي 30,000 قدم عن سطح البحر، وعمق المحيطات يصل إلى 36,000 قدم. وكل هذه العوامل تشوه شكل الأرض، بالإضافة إلى التلال والوديان، وإن شكل الأرض في تغير دائم، وده بيحصل في فترات منتظمة زي المد والجزر، بيحصل بشكل يومي يؤثر على المحيطات وقشرتها وانحراف الصفائح التكتونية بسبب الزلازل والبراكين، وبتظهر التغيرات على فترات زمنية طويلة. واكتشف العلماء ان ظاهرة دوران الأعاصير الدوامية بتكون مع عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي وعكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي. وأثبت القرآن الكريم كل هذه الحقائق عن شكل الأرض في أكثر من آية، قال تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وقال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، وتعني أن الله خلق الأرض على شكل بيضة أو على شكل بيضاوي، لأن معنى كلمة دحية بيضة، ولفظ كلمة دحا يدل على البسط والاتساع وسعة الأرجاء وليست كاملة الاستدارة. وقمة الإعجاز في خلق الله للأرض أنك كلما مشيت عليها لا تشعر بكرويتها وتظن أنها مسطحة، فقد بسطها الله ومهدها. وقال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، تثبت أن الأرض ليست قرص مسطح، وإنها لو كانت كذلك لأصبح هناك شروق واحد ينير الأرض كلها وغروب واحد يظلم الأرض كلها، وهذا لا يحدث لأن عند شروق الشمس في جزء من الأرض تظلم في الجزء الآخر منها. ويؤكد ذلك الآية، قال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. لكن السؤال، من أين جاء هذا الجدال؟ بالرغم من اتفاق الآيات القرآنية المعجزة الربانية مع العلم، في عام 2017 نشر المغني الأمريكي بوبي ري سيمونز تغريدات على مواقع تويتر أثارت جدل واسع، وقال إن الأرض مسطحة ولو كان في انحناء في الأرض لكان من السهل ملاحظته. انتشرت الفكرة وانضم ليه كتير من الإعلاميين والمغنيين والممثلين والفلكيين. بعدها انضم سيمونز لجمعية الأرض المسطحة Flat Earth Society، واللي تأسست في خمسينات القرن الماضي
وبتضم أعضاء كل أفكارهم عن الأرض المسطحة مستمدة من أفكار الكاتب البريطاني سامويل روبوسام، والقائمة على التفسير الحرفي لفقرات من العهد القديم. وكان في المعتقد اليهودي القديم إن الأرض عبارة عن قرص مسطح عائم في الماء. في عام 1849 حاول الكاتب روبوسام القيام بعدة تجارب لإثبات إن الأرض قرص مسطح، لكنه فشل ولم يستطيع إثبات أي شيء. وبعد وفاة روبوسام أنشأت الليدي إليزابيث بلونت جمعية الأرض المسطحة العالمية في إنجلترا عام 1893، وأصدرت صحيفة تدعي بأن الأرض مسطحة وليست كروية، وانضم إليها شخصيات من جمعية وكلية الثالوث الإنجيلي وجماعات متشددة، ولم يكن من بينهم علماء. وكانت الليدي إليزابيث بتعتبر أن الإنجيل هو السلطة الغير قابلة للمساءلة، وأن كل شخص لا يؤمن بسطحية الأرض فهو ليس مسيحي. وفي عام 1906 ويلبر جلين رئيس الكنيسة المسيحية الكاثوليكية ادعى أن الأرض مسطحة، ومنع تدريس كروية الأرض في مدارس اليهود، وانضم إليه فرانك شيري مؤسس ديانة الإسرائيليون العبرانيون، وقال تصريح غريب جدا إن الأرض محاطة بثلاث طبقات من السماء. والمعروف صديق المتابع إن شيء مستوي السطح له حواف ونهاية، والشيء المستدير ليس له حواف. ورغم تطور وسائل النقل والاتصالات لم يشاهد أحد أو يطلع على حواف الأرض، ولا يوجد تعارض بين الآيات التي تدل على كروية الأرض والآيات التي تدل على أنها مسطحة، لأن أهل العلم وعلماء المسلمين أجمعوا على أن الأرض كروية ولكن ليست كاملة الاستدارة وأقرب إلى الشكل البيضاوي، ولكنها في أعين الناس مسطحة لأنها كبيرة الحجم ولا يمكن ملاحظة انحنائها واستدارتها، فالأرض مكورة ومسطحة. الجدال في هذا الأمر هو مضيعة للوقت والمجهود، فهناك فئة قليلة تتحكم في ثروات العالم ويوجهون الإعلام لإثارة الجدل وصرف الأنظار عن ما يقومون به من سرقة بواسطة الشركات الرأسمالية العابرة للقارات. وهذه الفئة لديها حلم واحد يجب تحقيقه موجود في تورتهم، وهو تأسيس مملكة الرب على هذه الأرض مهما كان شكلها، وبناء هيكل سليمان الثالث. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصدقائكم، وشرفونا باشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وشاركونا آراءكم في التعليقات.